للحديث عن استمرار المجازر في غزة وعدوان الاحتلال على القطاع وسط تطورات تتعلق بمحادثات وقف إطلاق النار، معنا من الناصر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ خالد خليفة. أستاذ خالد، بداية مرحبا بك، كيف تقرأ آخر اجتماع لوزير الخارجية أنتوني بلينكين في ختام زيارته للمنطقة؟ إلى أي مدى كان يعني صريحا ربما مع الفرقاء السياسيين في الاحتلال بأن المخرج الوحيد هو القبول بمناقشة رد حماس والقبول بمفاوضات معها تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار؟ مساء الخير. مساء النور. الواقع أنه زيارة بلينكين، أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، تعتبر السادسة منذ بدء العدوان على غزة. بلينكين كان في السعودية، زار مجتمع بمحمد بن سلمان، وهناك قال له محمد بن سلمان مع على الرغم من ضعف الموقف السعودي، وقال له أنه في حالة تطبيع مع إسرائيل، على إسرائيل أن تتوقف في العدوان على غزة، وعليها أيضا ليس فقط أن تتوقف، وأن يعني أن أكون لكي أكون أنا جزءا من دولة فلسطينية على إسرائيل، أن تقبل بدولة فلسطينية وعندها سأقبل بعلاقات مع إسرائيل. وهو كان ايضا في زار قطر، وعاد يعني عاد نفس الكلمات التي كانت تكلم فيها بالسعوديه، وجاء الى اسرائيل، وفي اسرائيل يعني حاول ان يقنع نتنياهو بان وقف اطلاق النار، القبول بالقبول باقتراح حماس او البدء بمفاوضات مع حماس هو الحل الافضل برأيه، لكي يمكن أن تتوقف الحرب بين حماس وبين إسرائيل، هكذا ما قاله. طيب، هل ترى أن نتنياهو قادر على الاستمرار بالحرب؟ ما يصرحه نتنياهو هو أنه قادر، ولكن هذه تصريحات، ولكن ما رأيناه اليوم أن هنالك انسحاب لثلاثة ألوية كبرى في خان يونس، وفرق عسكرية، ثلاثة فرق عسكرية، والجيش الإسرائيلي، الجهاز العسكري الإسرائيلي يقول أننا في طريقنا إلى الانسحاب من خان يونس، وخان يونس هو المعقل الأخير للتواجد الجيش الإسرائيلي. عمليا الجيش الإسرائيلي خرج من الشمال، خرج من المركز، ويخرج والآن في طريقه للخروج إلى الخروج من خان يونس، ولكنه في نفس الوقت نتنياهو كأنه لا ليس له أي علاقة مع الجهاز العسكري، يقول أننا سنهاجم رفح وسنهاجم أيضا. طيب، جر الاحتلال المواجهة بشكل أكبر إلى جنوب لبنان، هل ترى أنه ربما مقصود لإنهاء هذه المفاوضات الدائرة؟ هل ترى له علاقة؟ يعني أنا في اليوم سمعت أحد الجنرالات الكبار في الراديو الإسرائيلي، الجنرال يائير جولان، كان نائب قيادة الأركان، وقال بالحرف الواحد إننا لا نملك العزيمة لكي نهاجم لبنان في الصيف. الآن انظر ما يحدث في الجبهة الشمالية، هناك حوالي 120 ألف إسرائيلي، يعني هم يعني أخلوا من مناطق الشمال، وحزب الله استطاع أن يكون أن يحدث منطقة عازلة في الشمال تقدر بحوالي 50 كيلومتر من الحدود اللبنانية، وهذا على عكس ما كان في الماضي عندما كانت إسرائيل هي التي تحدث المناطق العازلة في الدول العربية. اليوم العكس ما يحدث، حسن نصر الله هو وحزب الله هو الذي استطاع يعني بناء منطقة عازلة في الشمال. ما سمعته اليوم أيضا من الجنرال قائد سلاح الجو، الجنرال تومير بار، وقائد سلاح الجو ماذا قال اليوم؟ قال إن السماء اللبناني مليء بالطائرات المسيرة الإسرائيلية المهاجمة، بمعنى الآن عشرات الطيارات، وحتى يمكن أن تكون مئات الطيارات المسيرة، والتي تنتظر الأوامر لضرب أهداف اللبنانية. طيب، لماذا برأيك أستاذ خالد، عذرا المقاطعة، فقط بالنسبة للتصريحات جنرال بار، هذا يعني هذا تهديد خطير للبنان،
للقيادة اللبنانية في لبنان، ولكنه في نفس الوقت يدل على أن إسرائيل لا تملك القوة العسكرية الحقيقية لهجوم لبنان، ويعني الدخول في والدخول في لبنان يعني في برأيه. تفضل. طيب، أمريكا الولايات المتحدة يراها البعض أنها لم تنفض يدها من المفاوضات رغم الهوة بين مطالب الطرفين، يعني الاحتلال وحماس. لماذا برأيك كان بلينكين إيجابيا بنظرته تجاه مطالب حماس؟ سؤال جيد جدا. بلينكين هو يعني من مخططي السياسة الأمريكية، هو ليس كيسنجر، يعني ليس كيسنجر. كيسنجر أيضا كان سياسيا يهوديا فذا، وكان رئيس وزير خارجية أمريكا آنذاك عندما استطاع إقامة خطة سلام بين مصر وإسرائيل. ولكن أنتوني بلينكين هو تلميذ لكيسنجر، ولكنه لا يستطيع لعب الدور. يعني بلينكين أكثر مكشوف، بمعنى أن خططه مكشوفة. هو يذهب إلى السعودية وقطر ومصر ويحاول بناء معادلة يعني تخدم المصالح الأمريكية. ما هي المعادلة؟ المعادلة أن كل هذه الدول يعني يحاول إرجاع هيبة إسرائيل وجعل إسرائيل كلاعب أساسي إقليمي، وتحت يعني الدول العربية يعني تكون تحت أوامر هذه إسرائيل كما كان الوضع قبل 7 أكتوبر، ويحاول إرجاع ما كان عليه في الماضي. السعودية توافق، الدول العربية، مصر توافق، يعني الدول العربية توافق على هذا الشيء. ولكن ما يحفز نتنياهو هو الانتقام وعدم والقتل، وما يحاول أن يفعله هو القضاء على أي كيان سياسي فلسطيني. هو لا يريد برأيي دولة فلسطينية، ولا يريد أن يعني ترجع غزة إلى ما كانت عليه في الماضي، وهو يستمر إلى يعني بتخريب المعادلة الأمريكية. يعني بلينكين يعمل لصالح إسرائيل، يعني يعمل معادلة تخدم الولايات المتحدة في المنطقة. طيب، وتبقى الولايات المتحدة قوة قوية دولية، وإسرائيل تعتبر لاعب إقليمي في المنطقة. ما هذا ما يريده بلينكين. أما إسرائيل فلا، ما تريده هو أكثر ضرب بالكيان الفلسطيني برأيي، وليس ما تريده الولايات المتحدة. وفقط أريد أن أذكر أن بلينكين طلب المقابلة مع قائد الأركان الإسرائيلي لوحده، لكي يعني يطلعه قائد الأركان على خطورة الوضع في غزة، وأن وعدم إمكانية عدم استمرارية بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة. ولكن نتنياهو منعه وطلب من قائد الأركان أن لا يجتمع لوحده مع بلينكين. طيب، ماذا تعني مطالب حماس بعودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما قبل عام 2002؟ إلى ما قبل عام 2002 حماس يعني تريد أن يكون يعني برأيي أن تكون هي يعني القوة المسيطرة على غزة بعلاقة مع الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي الخليل. يمكن يعني بالفعل إقامة دولة فلسطينية تربط غزة والخليل وسائر مناطق الضفة الغربية، إذا كان هناك يعني نوايا حقيقية من الدول العربية التي تستطيع أن تضغط على الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة تستطيع أن تضغط على إسرائيل. ولكن الدولة الفلسطينية هذا ليست في أجندة الرأي العام الإسرائيلي وفي أجندة نتنياهو خاصة. يعني يجب يعني إقناع، يجب مدة طويلة من إقناع الرأي العام الإسرائيلي قبوله بالدولة الفلسطينية. واليوم الشعب الإسرائيلي، الإسرائيليين معبؤون ومجندون ضد أي دولة، ضد أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية. الإسرائيليين يريدون السيطرة الأمنية على غزة، واستمرار السيطرة الأمنية على الضفة الغربية، واستمرار الوضع القائم، الوضع الراهن. هذا ما تريد إسرائيل، ويعني أن تمنع أي كيان فلسطيني مستقبلا، وتستمر في التطبيع يعني مع الدول العربية، يعني تزيد من إمكانية التطبيع مع الدول العربية. لا أعرف مدى فهم الدول العربية هذا الأمر أو هذه السياسة الإسرائيلية.
نعم، شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ خالد خليفة، كنت معنا من الناصرة.